الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث كان مرخصا علينا مركلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وحيري كنا نتحدث عن حجة الوداع، فابن كشي كي سنجني والنبي بين ظهورنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسوقنا للجوع، ولا ندري من أين انقرن ما حجة الوداع، حجة الوداع وحيته حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسولك صلى الله عليه وسلم وإلهي سبحانه وتعالى، أمه النقع وأثنى عليه أماني، ثم ذكر المسيح الدجال بوكاه الله فأضنب في ذكره وكل يرى هذا الشيء قستيس. وقال مركز شوير: ما من وما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، نبي كستو إلهي سبحانه وتعالى وصدري ومدي شوقي أنذره نوح والنبي من بعدي، نبي نوح عن بيدي كدم بي سبق ويقدقي أمده ذا، وإنه دجال إن يخرج فيكم هدو صبح إن كسر لحبه ظاهره، فما خفي عليكم من شأني فليس يخفى عليكم، وحي هرى إنك قرصونا أرن كيسة هذا إنك ما قرصونا إنك ما قرصونا دونتو. إن ربكم ربيين ليس بأعور ماها مد إلا أماها، وإنه أعور يسوى مد إلا عين اليمنى، وإنه أعور عين اليمنى ده، وإنه أعور عين اليمنى إش مدك لا يسوى كأن عينه حابد مودا إشي سا عنبة عنب إنيتا طافية صاب حسن. ألا برار إن الله إلهي حرم عليكم دماءكم أموالكم وحارنت ميدي يجين حوله إنك حرمة يومكم هذا سمال كنا الجوكتان حرمة دي سؤكل في بلدكم هذا بلد كان الجوكتان حرمة دي سؤكل وفي شهركم هذا بشان الجوكتان حرمة دي سؤكل. ألا هل بلغت ومقارسي؟ قالوا نعم ها. اللهم اشهد بالنبي يقول سد حجار ويلكم او ويحكم روغا شكي هلاقينا وقلن ان حريساء انظروا بل ارن كان اكور قالوا لا ترجعوا بعدي كفار ان يقضى شيء هؤلاء بنينا كو مركائي وكفاره يضرب بعضكم رقاب بعض قاكين قارك كلا مركا سرك قويني رواه البخاري ورواه مسلم بعضه وحديثي هدا عن بعض صور شرحني لكن عدكم انك تجيب. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحين من ظلم قفك ظلميا قيد شبر تاك وحلئك ومن الأرض لولا لولا نعضيها لهين وهل تاك طوقه وحلق انت الله صرع من سبع أراضين تضبع متفق عليه. ما لنا حدا صح نصبر ان مقاييس تميجر منتيجه وحلو قياس ان مركا وجرو وحل تاكت او شبر هلك اللي يجي ذراع بان صبر ان انواع كلا صبر ان مركا انت ان لك دول اديق لهين هداد كدروبتي اما وا ديد وقفك للي هداد انت اسكلي حسد ادو ماشي اد قشيد لا يا حد ما انا صبر لو او سمي ستيد او ما عرفتي magacaad ku qoratid ama guri aadan lahayn aad qaadatid taa idaa laga hadlay waa hawl waweyn laakiin wax laga hadlay taa ka onkeli wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam todoba dhul wada dhulka ogtahay dhulka intuu la egyahay qorta hadii lagu soro inagoo ducafa sidaa wax binyadeenu aynay qawmayn karin oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaalkeenu ogyahay taa waxay muujinaysaa waa dhulubta dhulubta teed ugu waaweyn qofka markuu intuu hadda nool yahay bii wixii aanu lahayn iyo wixii وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيد إن الله إلهي ليملي وأكاذيا وأكرتا وأسقا ودورا للظالم كان ظالمك فرح لك قاعدة والله سيتبيري فإذا أخذه لكن مركة وقعن كله لم يفلته مسيداي ثم قرأ مركة سؤال رب رسولك صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ربك صاصح وقبته مركو وماذا أهلاقي هذا ظالم أما ظلمي أي قشو إلهي عد وقبته أما أخذ جيسون وأليم شديد أدب لحو بضين بمعنى وامحي على ركيسا ضد ظالمين الدنيا وحي الدونة كسميني وح كسا ضدكم إلين اللهم ورضتك كان إله ضدك أقرقار ضدك وألا الله لكن ذلك الوين نولي وحالي ونهار مركو دي نوسي كرلو لكن الله سبحانه وتعالى إنه سمضب والله لا تأخذ سنة ولا نوم وحسعده وأجيه ما نون بالا لا بيغانيا مركا مركي لقارنا إله مسيد داي. وعن معاذ رضي الله عنه قال وحيري بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يدري
فقال مركز ويري إنك تأتي قوما وحد تجدون ضد ومن أهل الكتاب أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله مركز ذاتك أتكتد وحد ويرتا إني شهادتين كأما شهادة لي ما دانو وأني رسول الله أن إنا رسولك إلهي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إني دهان أرنك كرهب فإنهم أطاعوا لذلك هدي أرنك كايلا أو كاو قلادان فأعلمهم حد أشكتا أن الله إلهي قد افترض عليهم أنه كواجبي وكفر ديالي 5 صلوات شن صلاة في كل يوم وليلة أمان وبهبين بلتكنين فإنهم أطاعوا لذلك هدي تاكايا الآن فأعلمهم حد أشكتا أن الله إلهي قد افترض عليهم أنه كواجبي صدقة وزكري تاسو تأخذ لك قاضي من أغنيهم كواذ حولها له أو فترد لعلني على فقرائهم كود عيرت وحبانا هيسا فإنهم أطاعوا لذلك هذي تاكا يلان فإياك اسكجر إيو كرائم أموالهم حوله هذو كود وناكسا كوها مرنين واتقي كالورصو اسك إلالي دعوة المظلوم كل الدنيا هباركيس فإنه شأني ليس بينها هباركا وبين الله إله إنت أقول حيث حجاب وحكى لتيذي أقول حيث مركا من متفق عليه حديثا door qodob waxan baarsan yahay halka inaga inaga qosaysa oo baabka xiriir la leh noo qaybta ugu dambeysa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam muad markuu diray waxay fi aakhir umrihi sida la sheego muad isoo meesha jiro nabiga dhinta sallallahu alayhi wasallam fi aakhir umrihi baayt taban hadithku wuxuu dhan kale u dhacayaa markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu diray hatta inuu su'aalo weydiiyo maxaa dadku ku xukumin doonta kitab Allah hadii aad ka weydiin sunnatan ma aragtay برأي ولا قال حديثك عبار ومركز سعودي المهم حديثك إنك الصوت جانبك ورلا الشيء لكن حديثك سعانيا المهم نبي مكو حبرايا مثدك إيو حبك ددك دينت الله الشيء كو حال الله الشيء هل كوكوشي سعودي لابو حال الله الشيء المخاطب يا الله حد دونا يا وحل قارسين دونا وأنا مهم قفك ددك لها اللي يسير إن المستوه وغان كرتيد سي مركه واحد مستوه هو كسر قان ادو شيء كرتدوي حال حديثي معلق البخاري كسر علي لغوري و هو حديث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسول وردتك جرات كودا كلا حد اي وحي فهمي كلام هديك هي نقنيس ان اله رسول كي سير بيني انا دا روحا كان عقل قال ما الا قف قاد مستوي سماش انو غارسينين على ابو وين اتك هذا شيء حلقا يراد ان وحن ما ورمن كربا ضدك مركه واحد ليري كو كيسك أو جهر رأي ميسك ساري سهل نقضة شهادتينك هل كمرك حلقة قاتل نمك أهل الكتاب اللي هي يو أهل الكتاب اللي أو كتب له سودجي أو رسول له إن شهادتينك إن ضرورة تاعي إن اللي ماذا لأن تودي هراء وإن سخنته وإن مرك قران النبي محمد رسول وياي أو شهادتينك اللي ماذا إن دب دم باللوجو ويسقاضة محيلة عقيدة دي هراء كتب تودك قرنيت التوحيد كهيد إدوي برتين مر هذه ترينيتي اي عاد يسدح الى هذا الشيء مر هذه عزير ان الله لا يري ويبرته هدا لا ربا مرك نبيك مركو خير قضب كا هرت ها غدب فانهم اطاعوا لذلك حاله لا فهمه هدا يسو تاغان ويرادان حوا كا دغيسن مين وح شهادتين الديار ومنين ما اسلام ان دي يرادان خلاص مركا وصور قلينيا وخي مركا كغا بيغان ارنكاس نبيك صلى الله عليه وسلم اي صحابه aya marka la holgal laga holgalaya laakiin ka waxa qodobka xakaayeen taana waxa dalil ay u tahay dadka la soo islaaminayo kale islaamku markii loo moodo sheegi karo qofkan horta qodob muhiim ah jira in laga la hadlo horta inuu fahmo kalimada la ilaaha macnaheedu waxa tahay runti taa waxayna burinaysa wixii uu ku soo jiray haduu masiixi ahaa wax kale aaminsana haduu yahuudi ahaa wax kale aaminsana haduu buudi ahaa wax kale aaminsana horta kalimada habburiso ay siidka ku siida wixii hore dhan baab ah noqdeen markii wixii hore ay barbaxaan meesha laga waayo ay qodobka loo gudbiyo markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam hadana waxaad kala hadashaa 5 salaadood kala hadal qof aan la ilaaha illallah ogolayn iska sii tukamay macquul ma aha qof nabi maxamed nabi nimadiisa aan ogolayn iska sii tukamay macquul ma aha isaga gadaalka islaamiga doona macquul ma aha furaha uu weeyna qofka isaga wixii inta ka dambay iska falaaday oo kali markaas ay 5 salaadood la tukani habeenii maalintaana u shee taa markay ka yeelan kadib zakada kala hadal zakada nabiga sallallahu alayhi wasallam marka iyadoo duuduban ciwaan ahaan buu bixiyay laakiin wuxuu yiri waa xoolo laga qaaday dadka tanaadiinta xoolaha leh
لون عيرين يكو عيرتا مركا مركا حديث وليه تؤخذ من أغنيائهم ما وحى لو لجيدا من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم على فقراء المسلمين ميالا لجيدا ومعنى ذو ما حزك كذا لقى هذا أصله وضن كي ملك الدوان أفريقيا كمل ملك السوق لبعت يكجرت ملجين كرا مصه تأخذ من أغنيائهم ضدك حوالها هستاء هل كان دجن نوروي أي الله قال فترد على فقراء ضدك نوروي دجن أو حبه يسمى الله سيني ما حديث الله وضع إن مرك حديث معناها أو تمامه زكذا ما بنانته إن لا رراه أو ماشان لقى حوله أو ملك لا يحوله مسوحة شردة ضدك ماشان جوج وحبه أنا نهيسن هرت إن يجي حوله لو قاعد جاوب كذا يظروفته لو قاعد يجي مرك الله سيني كده بيحي يجي كبطه أيال الحويل كرامية لبدا الرأي بوجراء لبدا الرأي بابا مركب علماء ضوائي تلمامين وحنا كما جمنا مال قف مسلم وجوغة وقتها لبعتا يكجرتو قارهان مركو يحكتا يحقال كوي هاي أجركو وزيادة النبي صلى الله عليه وسلم وحوة المامي صدق لصيو قف قرابة ذاداء وحي نقونا يسابر صدق وصلة لن وحكتا وصدق لن وقراب حرين بكتا إن ماشي وجوغة لوقي وحوة كما جمنا هدي أنت أي جيران ضد دبعتيسن أو إنه ظروف تودن أوجين لكن أوجان إن إياك هرم مرينا كفض لبضن إن قفك للجين مع لكن وأنا لو يديني أو وأنا أكفر ليه وأنا لجوجا وأنا لتو كنيا منا إن أوجين ظروف تيسوح حيتها عيال عيال تيسوح كي إذا وح عنو كان مركب مسؤولية جارنا جسارة لكن هدي باهين أنا ينجرين وح موقتا يجلس إذا حالك بضن إسكيها حكم جمنا إن زكذي ملك المركب للجاه لجيو نبي مركو غير تامر كي كاي إعلام مركا كذب وجوهد مركو فيرو إياك وكرائم أموالي محل لقى وضع صدق هذه مركا لأوروني مثلا حوالا لأوروني أري جيل يحوى الله لقى صدقينه قفك وح إيش أي قوته أو حولي سيد الجارك أو إلى عشان يكون حك قاده وح سيد الجارك أو إلى عشان نافك وجر ماشة إيش إيش أي قوانا إيش نوع حوالها كذا كجدون نوعا ما أسان دادا بارتا أو قيبتا سيدا قاركا إيشي سوء قبانا يسوء وحيابا سيدا قاركا كوا هب بيغان كوا إسكدا لكن وحكالي عادي يقا مركب سوء النبي قوسوء قبو قبو صلى الله عليه وسلم ما داما ضبال للي القرين حوالا لقى قادر لقى قادر يا وحبال لو شيقيا اتقي دعوة المظلوم كان لدلمي هبار كيس إسكا إلالي معايا لي ظالم هبارك اللي شيء الدعوة وقفك مظلومك كسوف ليس إلهي حوما حيس مركي صمد إسكو شريريسة مع القفك كان ما أنت دان مروك باحيسة مربو مروك سيئة مربو هوسك الجو حيا مربو قانون عيا مركا دو فرح سنتا إسوه مروك سيئة مركا دهور دي سيد مهور دي كورساس سورو برغيا مركي حواليه سوارك قعمه تاقانيا مركو صوح سستوى طوريا باحشة انت جارو باحشة وقفك ساء وطوري صمد لقمس عيدنيه فانه ليس بينها بين الله حجاب اسك الى ربي النبي صلى الله عليه وسلم مركه مضبوط مركه لتما مسلم يقال ما كل لها قف ياك يريد ان مسلم هين ظلمي وياك يري ما عرفتي واخ كلا ظلمي ظلم وظلمي واستاندر عداله واستاندر ان ضل الظلم واستاندر مسلم قال بو بحيس قف مركه ولا اسك الى قف ان مركه ايشي سو غارت ام هباركيس سو غارو مركه النبي صلى الله عليه وسلم يسوي النبي وهي معاذ صحابيه داعينه بار صحابيه هو لود جابي لا كدغي او هو لود اي واخا لا اس الىله ما دي كرت مركه اني صحابي بانها كون هباركود مخيغه تريا داعي بانها ددك هباركود مخيغه تريا انا خير وضع مي اسك الىلي اتقي دعوه المظلوم هلكا مركه وحديثه او كلو عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال وحيد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد نبي وحو شقاء الدرصدي وشقاء قليه من رأى أزدية يقال له ابن لبية مجعي سواء ابن لبية على الصدقة وحيد لني وشقاء هذا وحيته صدقة ناص أرول فلما قدم وبحي صدق صدق أورس بوكالي صدق ذي بوكاني فلما قدم مكو صال صوكالي وصلعت قال الحير هذا حليب الله قيبي هذا كان لكم إنك إسكالي أو حق درستان وهذا أهدي إلي كان أنا هدي الإيسوسي حوليه إدتك بكسو أوري بالله قيبي الحير كان وصدق ذي عدي درستان تنو هدي جابه وقشت فقام
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر نبي المنبر كو اشتاغي حال وحنا مركي هين وح اتيتود قف كاره خصيصو سي ترتيبا لو شيء كلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم وانه رساله كتبه درسنا وضدكي ولقين ومركا وبره وفهم سيو وحا كان وحيين منبر كو اشتاغ فحميد الله اله ومهد نقي واثنى عليه وانا امان سي النبي اللي يقول ثم قال الحويري اما بعد انت كذب فاني استعمل الرجل منكم على العمل انو نين انيك اني كمل ايا شقا ودرسنا يا او مما ولاني الله وحي الهي اني وقعنت اي قليئه ايان شقا ودرسنا يا فياتي فيقول مركي وشقاها عباركم مغناد مركز انتو يماذا حليه هذا لكم وهذا هديه اهديت الي كان انيك اسكاله هديه انا الاسوسي نبي محمد افلا جلس في بيت ابيه وامي أبو سكفريس قري أبي أهدي حتى تأتيه أن إلا وقعت ما هدية هدية إن كان صادقا مركو رف هدية المحل مركب بحضن بالوسية هذا قري فني ما يكون تمام هذا درون شيء جست شلمات كان محاك صار لحسته إن لو دري إن هول لو دري إن شقل لو دري شلمات كان كصهش لكن هذا قري فني هذا أنا لو قدرناه بقول نقوله ما أحبك هو إمام الله معيد بحكو هدية له أفلا جلس في بيت أبيه وأمي مفرسته هل كان يراره أن أرقني هل كي هديه وإيمان إيسو أنت يعني هديه وإيمان إيسو إن كان صادما والله بمركز صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه قف إنيك إني كم ذا مقاذن يوح حسن حق لهن إلا بهدوقاته لقي الله تعالى إلهي بلق المياء يوم القيامة مركز لقال تقنيد ما لنتي ذا تقنيد ما لنتي ذا مركز لقال إلهي بلق المياء مركب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعرفن احدا منكم يانا اركن او كلوي يانا قرن من اني كمذا لقي الله اله لك المي يحمل اسوغ حنبارسا بعيرا رتي له رغاء قيلني وبقره وما اركت صع لها حوار يد عيسى او شات اما او شات ري تيعر يد مركب قيليسا ثم رفع يديه مركب سجع ميس كرودي حتى رؤيا بياض ابضه إلا لبيس كل كلاط النبي صلى الله عليه وسلم عدانته ذا الأركي مركب حلقة وضع قعمه كرب مركب جيوي يعني ما مركب حتى روي بياضنا كرب تاج فقال وحير اللهم هل بلغت إله وان جارسي اللهم هل بلغت الله وان جارسي اللهم هل بلغت النبي صلى الله عليه وسلم مركب النبي وحده المهم صلى الله عليه وسلم قف كي حالة أن ولهين قاتة مثلا إن حالها زكاة كلا جس أورني صدق هذا وحي شو جري قيل يا ري الله شو جري أذا نيف كي أت ماشى كلب حذي أو سيدا جارك أو قادت سيدا أو جيده يسقو عي أو قيلني أو معرتي وهم لا إيمانه أياد ماشى كيني دون تايان أركين بيري ما أنت ضاد قرست لكن مالك حسنا قرسن كريم بيري نبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي من كانت عنده مظلمة لأخيه قفكي قف مسلمة ولالكية وحكد المية من عرضه دمقة كيسة أما شرف كيسة أو من شيء وحون من شيء وحيت الماما وح أقول قوم الشيء ورقد بين نقون كرتا جاردة بين نقون كرا ميكروفون بين نقون كرا شليمات بين نقون كرا نربو من شيء فليتحلله منه اليوم ما أنت هكا حلال ضلبه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم أنت لقاني وقتي دينار درهم بآني جرين مركز النبي يقول إن كان له عمل صالح هذا عمل وناكسن ليه قفكاس حولها قاتي دعي أخذ منه والله قادة عمل كيسة وناكسن بقدر مظلمته انت ظلمي وقيس ظلمك وقيس إن لم يذا أي عمل كيسة لقى حيوبين وإن لم تكن له حسنات هدوسا حسنات بالله هنا مر كيسة وفاجرها وحولها إنه العمو يعني وح كلا بقانو دين بكلا بقانو لهين أخذ من سيئات صاحبه قفكا وظلميه ودكانها وكجلي أيا دنبيديس انت الله سواء قال فحمل عليه ساق دوش على قصارى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري يعني حديثك لبعض حديث بحيث كده الوريقة يعني وحاذا اللهين إن ما أنت ما أنت جاني سيستا وحيتها وأضناشها وقت يحجر الدرهم الدينار لو يسكفر تاي يعني يجري دورين لكن قفك عمل كيسوي من حديث وحيت الماما وقت يحل جاري دون الدرهم الدينار لأن هذا ما أنت دي كلر كلو قصو دين لغو يديو حلقا باشي لماذا تهيسيد اما دول مال اما الجقار لهايد وحونا
إن تاد بيعي سيد هذه حولها وكسينية لكن وقت واحد جري شلن لا درهم ولا دينار لا فضة ولا ذهب أنتوا الآن يجري هذه هي عمل كاغوي بس لأن عملك قبري كل الجري واقع مركب حين نقول إنسان مركب واحد دتك كل الدي الجري يسوي عملك واحد بنجي كويا وعملك رسيد كاغو عملك واحد مالك وهو كيسوي عملك عمل كاغو مركب الله مدبون نقول كره عمل وأنا أكسن إن لقى قاضى نيك الله سيء هذا واحد به إنه هذه وزيره أتى بنك رفسي كوجرتين ككلا دم بيجي صدوش اللي قاعد صارع مركب يسقى اللي قاعد خفيف فيني مركب سنة بيقول لي ورمانته ما عرفت أرنك عادي وغفل الصدر حلم إذا حديث هذا اللي صار مري أو كله هول كسوقفك الله ديره أضل نقطة صدقاتها النقطة حبها النقطة يعني هذا هو حبال الودري هوش الودري وأني ترس بارث إيجرتو هاي لله سبحانه وتعالى عدد كل حساب تمر وهذا الله هينا قاضا وهي الله هذا هنا هذا ظهر الله لكن إن أبو صادون تتكيش معها وحي وباهين إن ماشى ذاتك كدر صدي يهوش الودي بتئنا سيد وقصو بحديد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم كوا روحه أي مسلمين تكنبت قلان أفكيسي أدن كيس والمهاجر مهاجر نوح على دها من هاجر ما نهى الله عنه قفكي كهجر وكتك وحي إلى هيئ الرابع نبي قمرك اللي بكر مضوضة إنك عن نقان بو سي أدمودي سي كدوان وحا إنك إنهم مغضو كو قيحيا وعلى مسلم مرتان إنك دوغاتان عربك أفكا أدن كيس هل قبت بعد مسلمات لكن أنه أنت كان هي وان صوم يعني صف كهران كل جراء ليل كان نمبر وان بانو قرآن كان مالين باكو قتما وحيقا صدق قبضا ماله لكن لقي بدبادي ما يعرب كيقا لقي بدبادي ما أدي كيقا لقي بدبادي ما مارك إسلام كابسو النبي صلى الله عليه وسلم إسلام كي أبروفر كو أصار ما لو هجرة طبت آنا وحي إلهي كتك وكير إن لقتكو وعنه أي عند الله ابن عمر رضي الله عنه قال وحي كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له كره فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار النبي صلى الله عليه وسلم نبا جري لقم قعابه وعلم عاب جري كركره نكا مركو دنتي والنبي يقول هو في النار نكاس هبل او لقم قعابه كركره لقم قعابه نار نار بكجره فذهبوا ينظرون اليه يعني يتجين مركو يقول نكي ساعة أرادين بادي قوبي ونكا كان سألو يري أهل النار فوجدوا عباءة وحيها لين عباءة يروا لحرتو تاسو قد غلها ومركا وحضي أو ليتي أو مركا وسرقي وحتوي وليم تي مركا وقاعدين نبقى لأن نبقى صلى الله عليه وسلم الشيقي هو في النار مركا ليه وحبو مركا يوقفك كان لتقوى رواه البخاري عن البكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه على قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكوري قال إن النبي يقول حديث مركو حديث النصاهر مري هدا يعني كب الله وأنه يسد لا وضع بقول إيشان أي فهفهين وحديث الله بقول يسده عن أبي بكرة وحال قوله نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكوري قال إن الزمان زمنك قد استدار وأوريك سدي كهيئته سزوها يوم خلق الله السماوات والأرض مالك إلى هيئ عرك رولك أورد السنة سندي وإثنى عشر شهرا والله بيتون بلوض بككوبما منها أربعة حرم أفر بلوض وحجر حرم مضله يوقع عقانا يالا أفر بلبا كجرت يوقع مركا يعني حرم محلو يري لمضة قالوا حتى الجاهلين وقدرين جرين دقال مجرين ليسكم السود دوليو واحد بعتا دي لدادنا يمرك عملهن نبي مرك أفرت بلوحة ثلاث سدح كم إذا بلاها أفرتا متواليات وحريرة ذو القعدة ذو الحجة هي المحرم سدح ذو وحرير ذو القعدة ذو الحجة وآه بشة حجك سنة كان كل ما هذا المحرم سنة كعسوب بشة سدح ذو وحرير بلو إيه ورجب مضراء بشي رجب هيدو رام مضر الذي كاسو بين جمادي بين جمادي وشعبان او دحيه جمادي شعبان رجب شعبان وكان مركو انا حاكوها راي صفر ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاولى جماد الثاني جماد الثاني رجب شعبان صاصو مركو حكتها يرجب تصوتنا افرتها بالوي يعني بلها النبي صلى الله عليه وسلم وتلمامي وابله حرمه دوده له
لكن دي بيكون كجرا واجي الجاهلية سيد القرآن كله ليها 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا آيات أمركم إلهي تلمامة فهو حكدن بيس إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين مركي الربان إن الدقال لما يوحي أفرتان بلوس الدقال لما ديدنها أفرتان وحن أقدر إنا إنا يأفرتي الدقال كالديد أهين ديبا نقول لك إنا حدا وأصدر إنا ملح والدقال لما إنا أفر كلام بوس كودة قلين إنا وحي كمت وحيابها على سمين جري كمت نبي كمركو حيري مركي بلها وقيحي بيوحيري أي شهر هذا بشان هذا كجرنا بشان بشان قلنا وحان نري الله ورسوله أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوي قرن كرين هذا دين قرار بشال وجرة تن إسلام كر رمضان بالله هذا مدة كرنا ما أجبل لسوء بودي كرتا لكن وحي استهن سؤاش النبي ما أنت وليمد موحو دمع سيهن مقع أنا هين مقعي لو يقين بشم يوسين دونا بإسلين مركز وحن الله ورسوله أعلم فسكت وعبار وعموس النبي حتى ظننا إلا أن كمودني أنه سيسميه بغير اسمه إنه مقع أن مقع إذا أهين أصينيه إنه مقع كالكشيه قال مالك حرير أليس ذا الحجة يعني بيش هذا الوجر أليس ذا الحجة ميعني ذا الحجة أهين قل لها بلى ها رسول الله ويته قال مالك حرير فأي بلد هذا لولك أن جوغننا تينا ويبه كرير مكان جوغنا قلنا مركز سبحان الله ورسوله أعلم إله رسول كيسا قراني فسكت هذا وأمس حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم إلا من مدني إنه ما يعكل وسين دون هلك أن الجبن أو مكة قال مركز وحير أليس البلدة يعني بلدة دي أهين ومكة قلنا وحنا بلى قال فأي من هذا ما لك أن جبننا قلنا وحنا الله ورسوله أعلم إله رسول كيسا قراني فسكت وأمس حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه إلا أبن بودنبا إنه مقع مقع إيسا أهين كشي قدون أما مقع إذا أمن مال إنتا كشي قدون قال إلا ليس يوم النحر يا مالك قورع عن أهين عشراتك قلنا بلى مركزان نرها قال مركز في النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقاد فإن دماءكم ليقين يو أموالكم حولهن يو أعراضكم إي شرفتين دمقتك وهالخوفك ولبسانه يا مرير كيسة أما لأباره عليكم حرام حرام بإذنك كحرمة يومكم هذا سيدا مالك كان أدوكتان أي مال عاقن ويحي أن لقوتوا منكرين وفي بلدكم هذا لولك أدوكتان ومكاة سي حرمت الله هذا وعاقنته لقوتوا منكرين وفي شهركم هذا بشينا وطانا هذا أتوجرتان وذو الحجاء سي حرمت الله هذا وعاقنته لقوتوا منكرين با ليجين يحولهن صار مكا شرف ليه وستلقون ربكم ربينا لكل مدونتا فيسألكم عن أعمالكم وحو إذن ويدين أعماشين مركا إله لكل أنتان قفوا البوحو صوق ابتال ويدين ألا برارك فلا ترجع بعدي كفارا فلا ترجع فلا تصيروا هنقننا تفسير بعدي كفارا أني قضى شيء قال هنقننا أم فلا ترجع بعدي كفارا قال نماذي هؤلاء أماننا المركا ربا صوى إسلام تاني كفار تاسو يضرب بعضكم رقاب بعض قالكين قارك كلام مركا وصرك وجوني مركا موحبا كرد حيا كفار يضرب بعضكم رقاب بعض بمعنى لو تفسير كلمة الكفر كلمة الظلم كلمة الفسق وطن نري لو معنو عند أهل السنة والجماعة كفر قفك إسلام كررة يميت كفر دون كفرنا فعلك كفر لكن عمل قفك ولي مقاله إلا المحلشان فسق كان فسق إسلام كرره إيه فسق ولي أنا كررين معايا لي عملك قفك أي فلح أو فسق لكن ولي اعتقاد كيس مبدلين ظلم دون ظلم ظلم إسلام قف كسارة أو حرضة كسارة إيه ظلم أنا كسارين معايا ظلم أنا كسارين وأمد فعل كي ظلمية أو أنا في عينين لكن ولي قفك اعتقاد كيس مبدلين هل كان مركا إن قف أدله أو نيجيس أو حل الشو أو سرك أو جرو شغلك وشغل كفار تلقوا يقيمه مركه هنقلنا سيد قالوا ذاك إذا كولي مسلمين ومركه عن اللهين
قفكي قف دي الإسلام كو كبح عن وجه ليسينين إذا معناها مركلة تماما أما كفارا هنقولنا أو نعمة إلهي كو كجزارة أي أسطرة أي قريها هنقولنا إلا كفر النعمة معناه ونقرا ألا ليبلغ الشاهد الغائب والبرارغ كين الجوغة أي قب جوغة ما أنت هجرسي كان مقن جرسي مصر اللي يسكدر المالهاني فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه لقيا قفك لجارسين فرنت يسون جوب جوج هين إنه كويلين بدنها قفك جوب جوج دقيه سكون مقلي أدي وحلا ما أنت مقشي قفك لك جارسيس أدي ما شاء إنك وجود دم بيسود هالمانت لكن كلا وكاحف دي بدنها وضدك الأوسي جود بيو أو سنوات الله سين نول عضو أنتوا نول يهاي وصيح وصوت هذا يا صوت كلا مركزات سكوميد ما مركون النبي يقول ليها فرب مبلغ أوعى من سامع حابضن قف ورلا جارسي يسوي جوب جوج أنا هين لكن كويلين بضن وكحف دين بضن قف يسوي لقي يسوي كسر مغلا ده تكون واساس وكله هذا كم حلقة يا با حديث كان للشيء جيو إن نوعا ما قف ما أنت لقي سنة إنه كون جار كحف دس بضن قف كشيء جي ونكح حسوس بضن حسوس النضان والجيس إذا وصوف تقل مركب سنة بيجي يقول صلى الله ثم قال ألا هل بلغت والمين جارسي ميان جارسي يعني هل بلغتكم ألا هل بلغت وان جارسي قلنا نعم مركب سنة بيجي ها قال يقول اللهم اشهد هذا وإله مرقاتك النقو إله مرقاتك النقو إن مركا فرنتا سو أي قدبتي مركا سو النبي صلى الله عليه وسلم حديث هالكا سوها هالكا سنكو استاقينا وإلى هنا وبالله التوفيق.